بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى يا جماعة السيشن بتاعنا الجديد، وهو في يونت 2 ليسون 1. عبارة عن إيه؟ بيتكلم على الميرورز، الميرورز واللينس. اليونت كله عبارة عن الميرورز واللينسز. فخلي بالكم يا جماعة، أنا هنشتغل ميرور بذمة قوي، بذمة قوي قوي. ليه؟ لأن الميرور بعد ما اشتغلها هلاقي نفسي اللينسز عبارة عن كوبي من الميرورز. يعني بمعنى اخر ان لو اشتغلت الميرور صح يبقى كاني خلصت كمان الايه اللينسز. فعشان كده عايزين نشتغل الميرور بذمه قوي وندقق قوي ونذاكرها بضمير شديد جدا، علشان هتريحنا كتير جدا في موضوع اللينسز. اول حاجه كلام عادي جدا بيتكلم على does the plan mirror فورم يور ايمج. طبعا بتعمل ايمج، وده عن طريق حاجه اسمها ذا ريفليكشن. ريفليكشن هو الانعكاس. اول حاجه بيقول لي هنا ايه؟ اف يو لوك ات ذا ستيل ووتر سيرفيس، لو انت بصيت على ميه ساكنه. طبعا بتشوف الايمج بتاعت الطريق، او بتشوف الايمج بتاع الاشجار والحاجات دي كلها، ده نتيجه الريفليكشن. ذا ايمج بتاعت ايه؟ constructed البيلدينج in this still water surface، بتبان عليها. كذلك الميرور، البلان ميرور، كل ده يا جماعه عباره عن ريفليكشن، ريفليكشن اوف ذا لايت ريز. بعد كده بيقول لي تعالى بقى انا هديك شويه حاجات احنا اخذناها في سنه ثانيه واخذناها قبل كده عن الريفليكشن والمبادئ الاساسيه بتاعت الضوء. اول حاجه لايت ريفليكشن، وده بتاع سنه خمسه ابتدائي لما كنا بناخد فيها انعكاس، وخدناها بعد كده في سنه ثانيه اعدادي في انعكاس الضوء. النهارده بناخدها كمان في ثالثه اعدادي، ذا لايت ريفليكشن. It is a phenomenon of light bouncing. Bouncing يعني ارتداد، الضوء بيرتد مره ثانيه، بينعكس مره ثانيه. Of the او returning back of in the same medium، نفس الوسط. بمعنى عندي ادي ريفليكتنج سيرفيس، الضوء بيسقط عليه اهو، بينعكس مره ثانيه في نفس الوسط، ما يروحش الناحيه الثانيه هنا، لا الجزء ده لا، بينعكس في نفس الوسط، بسميه باونسنج او انعكاس ريتيرنينج باك اوف لايت. وطبعا كل الكلام ده هو ان سترايكس، عندما يصطدم ب ريفليكتنج سيرفيس بسطح عاكس. يبقى القصه كلها عندي الضوء عندما يصطدم بسطح عاكس يرتد مرة تانية، returning back أو bouncing back to the same media، لنفس الوسط العادي. ده بسمي الانعكاس، وده عارفينه من سنة خمسة ابتدائي وأخدناه في تانية إعدادي. هنبدأ ندرس بقى إيه شوية حاجات مرتبطة بالreflection، الانعكاس. نمبر 1 incident light ray. كلمة incident light ray يعني أشعاع الضوء الساقط. يبقى لو عندي ده reflecting surface وادي لايت منسقط عليه اهوت، بسمي هذا الشعاع ده ذا انسيدنت لايت راي، وده بيمثل بخط مستقيم ستريت لاين. وطبعا ميت الريفلكتنج سيرفيس في نقطه، بسمي هذه النقطه ذا بوينت اوف انسيدنس، نقطه السقوط ذا بوينت اوف انسيدنس. ودي النقطه اللي الريفلكتنج او اللايت ري او الانسيدنت لايت ري ميت ذا ريفلكتنج سيرفيس. نعرف بقى كده وات از ذا انسيدنت لايت ري. ات از ذا لايت ري ذات فول اون ذا ريفلكتنج سيرفيس، عباره عن الشعاع الضوئي الذي يسقط على السطح العاكس. تمام. نمبر 2 ذا ريفلكتد لايت ري. كلمه ريفلكت يبقى ده هيحصل له باونسنج اهو، يرتد مرة تانية نفس الوسط، بسمي هذا الشعاع ذا ريفليكتد لايت راي، الشعاع الضوئي المنعكس. وده برضو عبارة عن ايه؟ It is the light ray that bouncing أو returning back برضو from the reflecting surface من نفس البوينت بتاعت الانسيدنس. يعني البوينت بتاعت الانسيدنس هي هياها البوينت بتاعت الريفليكشن، هي نقطة واحدة بيسقط فيها الانسيدنت لايت راي، ونفس النقطه بيرتد فيها الريفلكتد لايت راي. طيب لحد كده زي الفل. طيب نيجي بقى لحاجه اسمها انجل اوف انسيدنس وانجل اوف ريفلكشن. الانجل دي يا جماعه بتيجي منين؟ بتيجي اي انجل بسميها باسمين، اي انجل في الدنيا تسمى باسمين.
او بشعاعين. الشعاع الاول الشعاع اللي عاملها اسمه ايه؟ والتاني هو النورمال او البربنديكولار. كمان مره، انا دلوقتي يا سير عايز اعمل ايه؟ تعال نعمل كده اهوت، صفحه جديده كده اهو، ونقول انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل يا سير شعاع ضوئي سقط على ريفلكتنج سيرفيس. ادي ريفلكتنج سيرفيس وادي انسيدنت لايت ري اهو، قابل في نقطه. طب عشان اقول وات از ذا انجل اوف انسيدنس، عشان اقول الانجل بتاعت الانسيدنس بتساوي ايه، هي عباره عن ايه؟ بشوف من عند هذه البوينت بتاعت الانسيدنس مع الريفلكتنج سيرفيس بعمل نورمال. نورمال يعني ايه نورمال؟ يعني عمود اهو، من هنا باخد نورمال، وتبقى الانجل ما بين الانسيدنت لايت ري والنورمال تسمى ذا انجل اوف انسيدنس، زاوية السقوط. طيب لو ارتد كده الشعاع الضوئي اهو بقى ريفلكتد، يبقى الانجل ما بين الريفلكتد لايت ري وايضا النورمال تسمى ذا انجل اوف ريفلكشن. يبقى انا عندي اتنين انجل، انجل اوف انسيدنس، انجل اوف ريفلكشن، بعرفها باسم الشعاع اللي عاملها مع النورمال. طب اقول لك حاجه جديده، وات از ذا انجل اوف ريفراكشن؟ لو الشعاع ده سقط وانكسر كده برضه ما بين الريفراكتد لايت ري والنورمال تسمى انجل اوف ريفراكشن. يبقى كان اي زاويه بسميها بشعاعين، الشعاع اللي اسم الشعاع بتاع الزاويه مع النورمال. وات از ذا نورمال؟ اللي هو بيربنديكولار على الريفلكتنج سيرفيس، العمود على الريفلكتنج سيرفيس ات ذا بوينت اوف انسيدنس، من عند نقطة السقوط تسمى هذه بالانجل اوف انسيدنس اهي نمبر 1، الانجل اوف ريفليكشن اهي نمبر 2. تعال نرجع تاني لموضوعنا، يبقى وات از ذا انجل اوف انسيدنس؟ اتفضل يا مارك. ممكن تعيد الحتة دي تاني، الرسمة دي تاني عشان ما فهمتهاش قوي. تمام، تعال نعيدها تاني. انا دلوقتي هعمل ايه يا مارك؟ انا عايز ارسم، ادي ريفلكتنج سيرف سطح عاكس اهو، سقط عليه ضوء شعاع ضوئي بسمي هذا الشعاع الانسيدنت لايت ري، صح كده؟ ليه؟ لانه هو رايح متجه نحو الريفلكتنج سيرفيس وهيقابلها في تلك النقطه دي، بسمي النقطه بتاعت التقابل دي ذا بوينت اوف انسيدنس، نقطه السقوط. طب انا عايز اشوف هذا الانجل سقط بزاويه كام؟ خلي بالك مش دي، ما هيش دي الانجل اوف انسيدنس. الانجل اوف انسيدنس ما بين الانسيدنت لايت ري والنورمال، اجي من عند هذه النقطه واعمل عمود، يسمى هذه الانجل ذا انجل اوف، دي بقى اهي دي ما بين الانسيدنت لايت ري والنورمال تسمى هذه الانجل ذا انجل اوف انسيدنس. يبقى لما اعرف what is the angle of incidence، it is the angle between the incident light ray and the normal، incident light ray and the normal اللي هو ال perpendicular. تمام، يبقى دي اسمها the angle of incidence. طب لو الشعاع ده ارتد مره تانية كده بقى ده اسمه the reflected light ray. كلمه reflected light ray يعني زاويه الانعكاس، ودي ما بين مين؟ الريفلكتد لايت ري وبرضه والنورمال، زي الريفلكتد لايت ري والنورمال، ويبقى هي دي يا جماعه الزاويتين. تعالى بقى نرجع لها تاني هنا. What is the angle of incidence؟ It is the angle between the incident light ray and the normal. طب what is the angle of reflection؟ It is the angle between the reflected light ray and the normal. مين بقى هو النورمال ده بقى؟ قال لك النورمال ده اللي هو اللايت او الستريت لاين البربنديكولار على الريفلكتنج سيرفيس. اد ريفلكتنج سيرفيس ده كده يسمى النورمال. جاي فين بقى؟ عباره عن بربنديكولار عليه وبيقابل الريفلكتنج سيرفيس في نقطه، تسمى هذه النقطة the point of incidence. اهو it is the perpendicular line، انه الشعاع العمودي to the reflecting surface على السطح العاكس on the point of incidence عند نقطة السقوط. يبقى انا دلوقتي اصبح عندي كمعلومات عندي هنا
عندي ايه؟ عندي كذا حاجه. ايه هم الكذا حاجه دولت؟ نمبر 1 عندي ريفلكتنج سيرفيس، عندي انسيدنت لايت راي، عندي ريفلكتد لايت راي، عندي نورمال. ويبقى الانجل ما بين الانسيدنت لايت راي وهذا النورمال اللي هي دي كده تسمى ذا انجل اوف انسيدنس. الانجل ما بين الريفلكتد لايت راي وهذا النورمال تسمى ذا انجل اوف ريفلكشن. يبقى عندي كده الزوايا اللي عندي. وات از ذا نورمال بقى ده؟ النورمال ده مش موجود، هو ما بقاش فيه موجود حاجه اسمها نورمال، لا لا لا، ده انا برسمه. ليه برسمه؟ علشان اقدر احدد انجل اوف انسيدنس او الانجل اوف ريفلكشن. عباره عن بيربنديكولار لاين، شعاع عمودي على الريفلكتنج سيرفيس من عند نقطه بسميها ذا بوينت اوف انسيدنس. تمام كده يا جماعه؟ طيب نكمل بقيه شغلنا. ده كده عرفنا شويه معلومات يعني ايه كلمه لايت ريفلكشن، وعرفت الانسيدنت لايت راي، الريفلكتد لايت راي، الانجل اوف انسيدنس، الانجل ريفلكت او النورمال. يقول لك وات مينت باي بقى؟ وات مينت باي ذا انجل اوف انسيدنس ايكوال 60؟ يبقى اقول له ذات مينز ذا انجل بتوين ذا انسيدنت لايت راي اند ذا نورمال اللي هو يعتبر البنديكولار، البربنديكولار ايكوال كام؟ 60. وات مينت باي ذا انجل اوف ريفلكتد بتساوي 60. يبقى انجل بتوين ذا ريفلكتد لايت راي اند ذا نورمال ايكوال 60. نيجي بقى للو اوف لايت ريفلكشن. يعني ايه؟ يعني قوانين الانعكاس، نفس اللي خدناهم في سنه ثانيه اعدادي. خدنا قانونين. القانون الاول بيقول الانجل اوف انسيدنس ايكوال ذا انجل اوف ريفلكشن. تعال نشوفها كده مع بعض في الصفحه اللي بعد كده. بيقول لك ايه؟ The reflection of light governed by the two principles law. في عندي قانونين اساسيين، مبدئين اساسيين. To discover، تعالى بقى نديسكفر مع بعض كده هذه القوانين كده. نمبر 1 القانون الاول، الراجل بيقول لك ارسم. طبعا يا جماعه ما بيجريش الحاجات دي كلها في لا في براكتيكال ولا في نظري، لا ما بيجيش الحاجات دي، بس انا هفهمك الفكر ايه. بيقول لي جيب مرايه حطها زي ما انت شايف كده في الفيجر ده، مرايه ادي دي المرايه يا جماعه، المرايه اهي. وبعدين طب لحظه يا جماعه، يعني لحظه دي واحده بس كده عامل بوز. يبقى هنا في الحته ايه جايب ايه؟ ادي الميرور اهي يا جماعه في الرسمه دي كده، اهي في الرسمه دي كده ميرور، وقام عامل خط تحت الميرور من تحت، يعني كده ايه؟ بعد ما حط ميرور عمل خط زي ما انت شايف كده بالقلم. وبعد كده عمل ايه؟ جاب شعاع ضوئي وسقطه بهذه الزاويه، وبعد كده زي ما انت شايف هنا كده، وبدا يشوفه من الناحيه الثانيه. طبعا الشعاع ده يا جماعه له انترنت جوه، يعني حط نقط ايه دبوسين، وشاف صوره الدبوسين جوه وقام عامل عليهم لاين. جه من الناحيه الثانيه حط دبوسين على نفس الامتداد وعمل لاين ثاني، وبدا يقيس الزوايا زي ما انت شايف تحت كده. كل الحاجات دي مش عندك، يعني انت مش مطالب بالحاجات دي كلها. امال انت مطالب بايه؟ مطالب فقط بالقانون وبالبروبلمز اللي هي ديبند اون على هذا القانون. تعال نشوف كده الاوبزرفيشن ايه. لاحظ من قياس الانجل بتاعت الانسيدنس والانجل بتاعت الريفليكشن، لاحظ حاجتين. نمبر 1 ذا انجل اوف انسيدنس ايكوال ذا انجل اوف ريفليكشن، ده اول حاجه. زاويه السقوط تساوي زاوية الانعكاس، يبقى لو انا عرفت زاوية السقوط بكام يبقى كأن عرفت زاوية الانعكاس. وده عبارة عن ايه؟ الانجل بتوين ذا انسيدنت لايت راي اند ذا نورمال بتساوي الانجل بتوين ذا ريفلكتد لايت راي اند ذا نورمال. يبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوال ذا انجل اوف ريفلكشن. ادي اول قانون من قوانين الانعكاس. الاوبزرفيشن ذا انجل اوف ريفلكشن changed by changing the angle of incidence، يعني كل ما ازود الانجل اوف انسيدنس تزيد معاها الانجل اوف ريفلكشن، ازود دي تزيد دي، اقلل دي تقل برضه، يبقى الاثنين بينهم ريليشن اللي هي ايكوال، الاثنين مرتبطين ببعض طبعا دايركت ريليشن، علاقه طرديه. باي انكريز ذا انجل اوف انسيدنس دي تزيد، اقلل انسيدنس دي تقل، وهكذا. يبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوال ذا انجل ريفلكشن، ودي اول قانون من قوانين الانعكاس، وطبعا احنا واخدينه قبل كده القانون ده. ويبقى هنا الكونكلوجن
The relation of light is governed by the law, two laws. أول حاجة the first law, angle of incidence equals the angle of reflection. هذا أول قانون. الحاجة الثانية لاحظها إيه؟ إن the angle of اللي هو the incident light ray وال reflected light ray. تمام؟ وكمان النورمال. التلاتة في مستوى واحد. One plan. وهذا البلان perpendicular على ال reflecting surface. بص معايا كده، ادي عندي سطح عاكس زي ما يكون مثلا كده مرايه، في شعاع ساقط، في شعاع منعكس، في نورمال. الساقط والمنعكس والنورمال الثلاثه دول كده يا جماعه كانهم في مستوى واحد، وهذا المستوى الواحد بربنديكولار على هذا الريفلكتنج سيرفيس. هقولها لك كمان مره، هقولها لك كمان مره. بص معايا كده، ادي عندي ريفلكتنج سيرفيس ولا ميرور، وادي عمود عليه. لو دي الانجل اوف ده الانسيدنت لايت ري، وده الريفلكتد، وده النورمال، هتلاحظ الانسيدنت والريفلكتد والنورمال الثلاثه موجودين في مستوى واحد. هذا المستوى بيربنديكولار على الريفلكتنج سيرفيس. يبقى ثاني قانون من قوانين الانعكاس اهو معايا، نمبر 1 الانجل اوف انسيدنس، هنقول عليها دلوقتي امثله ومسائل بروبلمز، ايكوالز ذا انجل ريفليكشن. نمبر 2 الانسيدنت لايت ري وكمان الريفليكتد لايت ري وكمان النورمال، كلهم الثلاثه از لاين اوف ريفليكتنج سيرفيس، وكلهم ايه بيربنديكولار عليه، اول لاي ان وان بلان في مستوى واحد، وهذا المستوى بيربنديكولار تو ذا ريفليكتنج سيرفيس. يبقى التلات اشعه اللي هو الانسيدنت والريفلكتد والنورمال الثلاثه موجودين في مستوى واحد، هذا المستوى بربنديكولار عمودي على الريفلكتنج سيرفيس. القوانين دي اخذناها السنه اللي فاتت في سنه ثانيه وما فيهاش مشكله خالص، وبرضه الجيف ريزون ليه الانسيدنت لايت ري which is perpendicular to the reflecting surface reflect على itself يعني بينعكس على نفسه، وطبعا عشان الانجل اوف انسيدنس هتساوي الانجل اوف ريفليكشن هتساوي زيرو. يبقى جيف ريزو زي بالظبط الواد بتاع السله كده لما ينط الكوره وتطلع في نفس المكان، يبقى نزلت بربنديكولار هترتد بربنديكولار، ويبقى هنا زي الرسمه دي كده، لو سقط الشعاع عمودي بربنديكولار على الريفليكتنج سيرفيس هتبقى الانجل اوف انسيدنس تساوي الانجل اوف ريفليكشن تساوي زيرو. تمام. What meant by the angle of incidence of light ray equal zero؟ ده معناها العكس، معنى ان الانجل اوف انسيدنس بتساوي زيرو، يبقى معنى كده ان هذا اللايت ري سقط بربنديكولار. What meant by the angle of incidence the means that the incident ray perpendicular على reflecting surface او العكس. يقول لك ايه؟ What meant by the angle of incidence equal zero؟ اقول له معناها ان هذا اللايت ري سقط perpendicular على reflecting surface. What happens if the incident light ray fall perpendicular؟ اقول له reflect on itself. Give reason ليه reflect على itself؟ because the angle of incidence بتساوي the angle of reflection بتساوي zero. يبقى انا عندي ثلاث حاجات، What meant by what happens give reason. طيب شوف البروبلم دي، find the angle of incidence is the angle of reflection in the following figures. اول واحده اهي واضح جدا incidence بتساوي كام؟ 45. يبقى الريفلكتد بتساوي كام يا جماعه برضو؟ ها 40 45. طبعا معايا 45. هنا بقى نمبر 2، كام الانجل اوف انسيدنس؟ اجيبها ازاي؟ هتبقى تساوي الانجل اوف، هجيبها ازاي؟ بص يا جماعه دي كلها بربنديكولار. طب دي كده 60. ايوه يبقى كام دي؟ يبقى كام دي يا احمد؟ 60. يبقى الانجل اوف انسيدنس بتساوي 60. ناتالي يبقى الانجل اوف ريفليكشن بتساوي كام يا ناتالي؟ يبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوال ذا انجل اوف ريفليكشن. طب تعالى في الايه في الرسمه دي،
قال الانجل ما بين الانسيدنت والريفليكتد كلهم الاثنين بتساوي 120. يبقى لو انا خدت بقى البندكلر كده هيقسمها لي الى زاويتين ايكوال، يبقى دي تبقى كام يا جماعه؟ 60، ودي برضه تبقى كام؟ 60. تمام؟ دي كلها حاجات تطبيق على القانون ده. نشوف اللي بعد كده. ده بقى كلام برضو ايه ما بيجيش في الامتحانات يعني، ولكن الفكره كلها ان هو عايز يفهمك اكتر. بص ازاي؟ يقول لك ايه؟ في الرسمه دي كده. تعال نغير اللون، الرسمه دي كده. يقول لك ايه؟ ده رقم واحد ده incident light ray. سقط بزاويه كام؟ 30. يبقى ينعكس بزاويه كام؟ دي كده هتبقى كام برضو؟ 30. صح كده؟ 30. طب نغير اللون. ده كده 30، دي كلها 90. يبقى دي هتبقى كام؟ 60، ودي برضو 90، يبقى دي هتبقى كام يا جماعه؟ 30. يبقى زاويه السقوط الجديده هتبقى كام؟ 60. حلو، 60. طب نغير اللون. نقول بقى ايه؟ معنى كده سقط ب 60، يبقى انعكس بكام برضو؟ ب 60. يبقى معنى كده عايز يقول لي ايه؟ ان ده هو كده الشعاع ده هو رقم 2، ده هو رقم 2 يعتبر ريفليكتد من اول سيرفيس، ويعتبر انسيدنت على ثاني سيرفيس. يبقى هو ريفليكتد من السيرفيس الاولاني بانجل اوف ريفليكتد ايكوال 30، ونزل على السطح الثاني بانجل اوف انسيدنس بيساوي 60. كان ده كله يا جماعه انا عارف ما بيجيش في امتحانات، ولكن الفكره كلها احنا عايزين ايه؟ نفهم بس ايه معنى الانجل دي كده. تعالى بقى نشوف ما هي انواع الميرورز. انواع الميرورز ايه؟ قال لي والله الميرورز عندك كان نوعين. اول نوع بلان ميرور، ودي اللي سيادتك بتشوف فيها خلقتك كل يوم الصبح وانت نازل تبص في المرايه تشوف خلقتك تحمد ربنا وتنزل. دي اسمها بلان ميرور، المرآه المستويه اللي عندنا في كل بيوتنا فيها بلان ميرور. النوع الثاني من الميرورز اسمه سفيريكال ميرورز. سفيريكال يعني المرايا الكريه. واضح جدا من كلمه كريه انها جايه من كره. ذا سفيريكال ميرورز. ودي السفيريكال نوعين، كونكيف مقعره، كونفكس محدبه. يبقى انا عندي نوعين من المرايا، نوع اسمه بلان ميرور، وما تقوليش بقى عندي ثلاث انواع، لا ده انا عندي نوعين، بلان ميرور وسفيريكال ميرورز. السفيريكال ميرورز بقى تشتق منه نوعين تانيين اللي هو كونكيف ميرور وكونفكس ميرور. مرآة مقعرة كونكيف، ومرآة محدبة كونفكس. أنا هدرس التلات أنواع من المرايا، بس الأول أشوف كده إيه هي البلان ميرور. ذا بلان ميرور، وات مينت باي ذا بلان ميرور؟ هي عبارة عن إيه؟ ذا ميرور إز أ بيس أوف بلان جلاس، زجاج مستوي زي الزجاج بتاع الشباك بتاعك بالظبط كده، مستوي وشفاف جدا. بنتد فروم بيهايند، مطليه من الخلف، من الخلف يعني مطليه بايه؟ ويز سين لاير، طبقه رقيقه اوف سيلفر ميتال، بمعدن فضي لامع. جيفز ذا جلاس برايت، هو اللي بيدي للزجاج ده البرايت اللمعان بتاعه. Bright surface that reflected the incident light ray that fall on it. اللي بيعكس ال incident light ray اللي بيسقط عليه. خلي بالك انا اقدر يصير اعمل بلان ميرور من حته له زجاج. يعني انت ممكن تعمل الكلام ده. ازاي؟ لو جبت له زجاج شفاف عادي ونضيف جدا وغسلته ومسحته كويس قوي، وجبت حتى فويل بيبر بس ما تكونش مطبقه لسه كده سليمه، وتقوم حاططها تحت لوح الزجاج ده ولازقها قوي عليه، هتديك نفس الـ 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 الشكل ونفس الخصائص بتاعه البلان ميرور. لو انت جبت مثلا كيس شيبسي لسه كده معمول الظهر اللي هو بيلمع ده اللي من جوه، وحطيته على لوح زجاج برضه، هيبقى عامل زي البلان ميرور. فالبلان ميرور عباره عن بلان جلاس، زجاج مستوي، وهذا الزجاج بنتد فروم ذا بيهايند، مطلي من الخلف ب
سيلفر سيلر اوف سيلفر ميتال، معدن او حاجه معدنيه لامعه، ودي بتبقى علشان كده سيادتك لو انت عندك بلان ميرور وحاولت من ورا من الظهر تحكحكها كده بمفتاح ولا حاجه، تلاقي الطبقه دي ضاعت، اصبحت كانها زجاج، خلاص ما عادش بقى، خلاص بقى الزجاج عادي، لان البلان ميرور عباره عن بلان جلاس. انا بقى اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اخد هذا البلان ميرور وابدا ادرس خصائص الايمج في هذه البلان ميرور. يا ترى الصوره لما اكون واقف قدام البلان ميرور وابص على الايمج بتاعتي جوه البلان ميرور هشوفها ازاي؟ ايه خصائص الصوره اللي هشوفها؟ تعال مع بعض كده نشوف ايه الخصائص. ده اكتيفيتي بيوضح لك البلان ميرور، وبيبدا يقول لك انا بعد ما شفت صورتي تعال بقى نستنتج الاوبزرفيشن اند كونكلوجن، استنتج خواص الصوره في البلان ميرور، في هذه البلان ميرور ايه خصائص الصوره؟ همسك خاصيه خاصيه وادرسها كده واشوف هي بتعبر عن ايه. تعال اول حاجه، the image is upright او erect. كلمة upright أو erect يعني معتدلة. معتدلة بمعنى إيه؟ آدي بلان ميرور، آدي أوبجكت قدام البلان ميرور، هتلاقي الإيمج اللي جوه المراية upright معتدلة، يعني راسك فوق ورجليك تحت، مش هتلاقي نفسك متشقلب. يبقى كلمة upright يعني معتدلة. معتدلة يعني وضعها طبيعي بالنسبة للأوبجكت، راسك فوق ورجليك تحت، الصورة راسها فوق ورجليك تحت. هل يصير في ميرورز ممكن تعمل لي العكس؟ في انواع من الميرور، هنلاقي مثلا في الكونكيف ميرور خصائص الايمج فيها انفرتد يعني مقلوبة، تمام؟ فأصبح أول خاصية من خصائص الايمج في البراند ميرور اللي هي ابرايت أو إريكت. إريكت أو ابرايت، هذا أول حاجة. نمبر 2، الايمج از ايكوال ذا اوبجكت ان سايز، بمعنى انا اقف قدام المرايه بشوف صورتي في المرايه بنفس الحجم الطبيعي بتاعي. انا حجمي قدام المرايه نورمال، هلاقي الصوره نفس الحجم، مش هلاقي الصوره بقى صغيره ولا كبيره ولا تخينه ولا رفيعه، لا 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 لا، هتبقى ايكوال ذا سايز اوف ذا اوبجكت. واحد يقول لي يا سيد طب انا لما انا بقف قدام المرايه بشوف صورتي صغيره عشان ببعد، البعد ده يا جماعه كل ما ابعد عن اي اوبجكت بيصغر معايا، ودي طبيعه الايه طبيعه الايمج او الاوبجكت اللي بشوفها. انا دلوقتي قدام مرايه كده ببص هو على صورتي، كل ما ابعد هشوف صورتي صغيره، زي بالظبط ما تيجي سيادتك تشوف برج بعيد بيبان لك صغير، لكن هو في الطبيعي كبير جدا وايه وشكله طبيعي. فدي خصائص اي فيجن، اي رؤيه، بشوف الاجسام كل ما الاجسام تبعد بتبان صغيره. حتى ممكن وانت قاعد دلوقتي اعمل تجربه كده، حط صباعك غمض عين كده وحط صباعه قدام عينك وقربه قوي لعينيك، وحاول كل شويه تبعده 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 تبعده، تلاقي صباعك بيصغر. ده حتى لو قربته كده وبصيت في الحيطه هتلاقي صباعك اكبر من الحيطه، لانه قريب منك دايما. لكن كل ما تبعده شويه عن عينيك كده، لو انت جربت دلوقتي وانت معايا، كل ما تبعد صباعك عن عينيك حجم صباعك بيقل، ودي مش لانه هو بيصغر، لا، هو طبيعه الاجسام لما تبعد عن العين بتبان اصغر نسبيا، ولكن دي عباره عن صوره نسبيه وليست صوره واقعيه او حقيقيه. يعني هو مش بيصغر، لا، هو كله بيحصل انه كل ما الجسم يبعد بتبدا الصوره تصغر نتيجه الرؤيه بتاعتها من بعيد. يبقى عندي دلوقتي خاصيتين، اول خاصيه الايمج از ابرايت، ثاني حاجه الايمج از ايكوال ذا اوبجكت ان سايز، تمام كده ادي خاصيتين. نمبر 3، الايمج از ليتشرلي انفيرت، ليتشرلي انفيرت او ريفيرسد يعني معكوسه الوضع، يعني ايه؟ الشمال يمين واليمين شمال. ذا ايمج از literally inverted او reversed. reversed يعني معكوسة الوضع. سيادتك انت بتبص في المراية كده وبعدين لقيت حاجة على كتفك الشمال، تيجي تنظف تلاقي نفسك بتنظف كتفك اليمين.
لان الصوره في المراه بتبقى ريفرسد، ريفرسد يعني معكوسه الوضع، الشمال يمين واليمين شمال. ودي هنقولها بقى، هنقولها لها ميزه، هنقولها الميزه بتاعتها، بستخدمها في ايه علشان استفيد بان الايمج اللي عندي بتبقى ريفرسد. طيب بس هنقف السيشن ده.